هيدا هو النجم العربي اللي تصدر قائمة فوربس للمشاهير الأكثر تأثيراً. تربع الفنان المصري عمرو دياب على صدارة قائمة فوربس لمشاهير العرب، وحلت بالمركز الثاني نانسي عجرم، بالمركز الثالث النجمة إليسا، بالمركز الرابع كاظم الساهر، بالمركز الخامس نجوى كرم، والفنانة شيرين عبد الوهاب بالمركز الـ 13. والمعايير اللي اعتمد عليها فوربس الشهير لتصنيف قائمة المشاهير العرب الأكثر تأثيراً هي سنين العمل بالمجال، النشاطات المؤثرة على المجتمع، وعدد المتابعين وتفاعلهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب المعايير السابقة، تم ضم ميس حمدان للقائمة على أنها من أكثر الفنانات المشاركات بالأعمال الاجتماعية والخيرية، بالإضافة لمواهبها المتعددة من تمثيل، غناء، تقليد وتقديم البرامج، وأخيراً لوجود عدد كبير من متابعينا على كل مواقع التواصل الاجتماعي. منشير إلى أنه عمرو دياب كان أعلن عن أغاني ألبومه الجديد معد الناس، المقرر طرحه قريباً بالأسواق، وبضم 10 أغاني تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم عمرو مصطفى، تامر حسين وأيمن بهجت، بينما لحن الهضبة أغنيتين من أغاني الألبوم. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوهم، زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.